ان هي الحدث الابرز والاكبر على المستوى الدولي، واحدثت متغيرات عميقة جدا وكبيرة في داخل تفاصيل الحياة الشخصية للبشر على مستوى العالم، وايضا في داخل كيانات الدول والمجتمعات، وألقت عليها تحديات كبيرة جدا، ربما الكثير منها تحديات مستجدة بيتابعها أو بيجابهها العالم لأول مرة. النهاردة احنا بنعقد مؤتمر بناخد مختلف المحاور الواجبة من أجل الإسهام على الأقل الفكري وبحث خطط استراتيجية عملية وواقعية نستطيع بها أن نخدم العالم ونخدم مجتمعنا، مصر في البداية وأشقائنا من الدول العربية وجيراننا في المنطقة، من أجل الدخول بخطة ثابتة لعالم ما بعد الجائحة. بنرى كمركز إن هناك عالم جديد يتشكل، بدأت ملامحه تبدو واضحة خلال الفترة الماضية، سندخل إليه ولابد أن نكون على قدر هذا الدخول الجديد، مسلحين بأفكار جديدة، بأطر جديدة، بخطط جديدة.